محمد الحمياني استاجر صوت كاسا باراتا من ناحيه المبادره دي مزيانه اللي عملوها زعما صراحه انسان في الشرطه ديالو عطاهم العبر المسيق سيبكم متسازمين راه مزيانه الامور زعما ماشي مزيان زعما الحمد لله والتجاره كتبقى تجاره مزيانه اسا كيدخل السيده بكلشي مع الدراري ديالها مع المسائي كتدخل امور مزيانه زعما الصراحه والسلطه خصها تجي تراقب عاون المسائي ديالها الامور ديالها تراقبها ويمشي هذاك الشيء الامور مزيانه تمشي الحمد لله وحنا راضيين صراحه راضيين اللي عطى الله راضيين مزيانه هيدا. السلام عليكم ابراهيم سوق كاسابراتا تاجر حنا عندنا هنا مرضي اخي ما كنظلموش بعطيسنا فهمتي كيفاش حنا تجار متسامين شي مع بعضنا شي كيخرج شي كيدخل فهمتيني غير مع بعضنا حنا واخا الدوله نظمتنا وشرطونا ولكن هادشي هذا ما كنظلموش بعضنا فهمتيني وما كنتفاهموش مع ما كنظلموش هادشي اللي عطى الله مرض الحال اللي خصنا نظلموا بعضنا خصنا مره مع خصنا نتجمعوا مع بعضنا فهمتيني وهادشي اللي كاين دابا خصنا شنو كتشوف واحد داخل واحد خارج واحد اللي عطى الله هو هذا مرض كنبغيو زعما نظلموا بعضنا والو ما كاين حتى شي حاجه ما هادشي. السلام عليكم مراد العاقل كنخدموا في كاسا باراتا مع التجار ديالنا المشكل اللي هو عاويس هو ان ما عندناش نظام دائما نمشي اليوم عاد كاينش نظام بتاتا كاين اللي كيطبق قبل ما يدخلوا باش يعملوا النظام هو اصلا طبق النظام ديالو وكاين الله يدينا ويديهم هذا هو المشكل اللي كاين حنا ما كنطلبوا والو هو الاساس هو النظام هذا هو الطالب المفيد الا كان النظام غيكون كلشي وهذاك ما يكونش مشاكل النظام عنده تدخل في اخلاق والسلوك ولكن الانسان مسلك ومخلق بحال قلت لك دابا عاد شويه يعني الانسان ينظم راسه ولا فوالا لان الا كان هو مصلح قبل ما تجي مثلا الدوله تصلح اولادي هو اصلا مصلح هو مثلا مدخل ويا اخر مخرج ما يمكنش هو يخرج لان هو معيوت المستوى ديالو وهذا هو المشكل هو مشكل فكري وصافي. هذا فلوس هما جيبوا هذا